الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم الدين وبعد فان هناك بعض المعاني الانسانيه الساميه الراقيه التي قد يظنها بعض الناس وافده علينا لكنها من اصل ديننا ومن اصل ثقافتنا ومن اصل قيمنا ومن اصل اخلاقنا ومن اصل حضارتنا من هذه المعاني يذكرون الرحمه بالحيوان ونحن نزيدهم على ذلك فنقول ديننا دين الرحمه بالحيوان والجماد ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه الم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني اسرائيل رجل وجد كلبا يلهث من شده العطش فقال لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي من العطش فخلع خفه فسقى الكلب فشقى الله له فغفر له فدخل الجنه وفي كل كبد عتبه صدقه بل وفي روايه ان بغيا من بغايا بني اسرائيل ايضا وجدت كلبا يلهث ففعلت مثل ما فعل الرجل فخلعت خفها فسقت الكلب فشقى الله لها فغفر لها فدخلت الجنه ويقول صلى الله عليه وسلم دخلت امراه النار في هره حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض من رزق الله لاحظ هنا لم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هضة قتلتها أو أحرقتها أو مثلت بها أو عذبتها هي فقط غفلت عنها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من رزق الله عز وجل فمجرد إهمال الحيوان وعدم العناية به يحمل صاحبه هذا الإثم وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الناس يتعب جمله قال يا هذا اتقوا الله في هذه البهيمة التي ملككم الله إياها فإن جملك هذا قد اشتكى إلي أنك تجيعه وتدئبه أي تشق علي وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه المعجمه اي البهائم التي لا تنطق ولا تبين ولا تعبر عن نفسها كما قال عن عنقره العبسي في وصف فرسه لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي ولم تقف رحمه الاسلام عند الحيوان فقط بل شملت الجماد ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة وكنت أرد عليه السلام وكان صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه كان مع أبي بكر وعمر وعثمان فوق جبل أحد فارتجف الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسكن أحد إنما عليك نبي وصديق وشهيدان وكان صلى الله عليه وسلم يقول احد جبل يحبنا ونحبه ولما اتخذ صلى الله عليه وسلم من الجزع من في مسجده بالمدينه المنوره فلما صنعوا له من حن الجزع حنينا سمعه كل من في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجزع ان شئت سالت الله ان يجعلك في الجنه فياكل الصالحون من سمائك وإن شئت سألت الله أن يرد عليك خضعتك فاختار أن يكون في الجنة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى الخلفاء الراشدون قوادهم وجنودهم من أن يحرقوا زاعا أو يقطعوا شجرا أو نقلا أو يهدموا بنيانا أو يخربوا عامرا ذلك أن الإسلام دين البناء دين الرحمة دين الرحمة بالحيوان دين الرحمه بالجماد دين الرحمه بالانسان وصدق الحق اذ يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين هذه حضارتنا هذه قيمنا هذا ديننا هذه اخلاقنا علينا ان نتمسك وان نعود الى قيمنا والى حضارتنا الانسانيه الراقيه التي تملا العالم كله رحمه وسلاما والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته